ما تزال الفجوة بين النساء والرجال في المناصب الإدارية العليا في الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية في المحافظات العراقية كبيرة جدا، فحتى فكرة ترأس امرأة لقسم في إحدى الدوائر تواجه الكثير من المعترضين والمشككين. تم تناول خلال جلسة اليوم أهم المعوقات التي تعيق تبوء المرأة لمناصب العليا، وتم الإشارة إلى عدم وجود نصوص دستورية أو قانونية تفرق في قضية تولي المناصب بين الرجل والمرأة، بل العكس، أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 يؤكد في أكثر من مادة على المساواة بين الرجل والمرأة في تبوء هذه المناصب وفي المساواة أمام القانون وفي ممارسة الحقوق السياسية في الترشيح والتصويت وتولي المناصب. المرأة غير قادرة أنه تتبوء فد منصب قيادي معين، لكن بالحقيقة اليوم عندنا كثير نساء قياديات في المجتمع، عندنا اليوم كثير نساء أبدعن وكان لهم دور فعال في المجتمع، لذلك ما كفت قاعدة معينة تحتم أنه النساء غير قياديات وأنه النساء اليوم ما يقدرن أنهن يتبوؤن فد مناصب قيادية. مختصون أكدوا أن تمثيل المرأة في المناصب الإدارية يرتبط بطبيعة المجتمع العراقية ونظرته لدور المرأة بشكل أساسي، وينعكس ذلك بإحداث تباين وفروقات بين النساء والرجال في التأهيل والتعليم والوظيفة. يعني هي المرأة مو غير قادرة على إدارة المؤسسة أو المديرية أو المجتمع أو الجمعية أو المدرسة، بقدر ما أنها تخشى من العقوبات الاجتماعية اللي بالوقت الحاضر مهيمنة عليها القوى الريفية. واحنا انا استوني كنت في مداخله، المأساة اللي يعاني منها المجتمع العراقي انه المدنيه اللي تشكلت بعد الحرب العالميه الثانيه في المجتمع العراقي وخاصه في بغداد والمدن الرئيسيه اللي موجوده الان تريفت. ويرى متابعون لاوضاع المرأه ولواقع تمثيلها في مواقع القرار ان النساء لم تتح امامهن الفرصه لتولي المناصب الاداريه العليا لأسباب واعتبارات عديدة، فيما تكشف بيانات حكومية إن نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية قليلة جدا. من النجف الأشرف، معتز العبودي، زاكروس تيفي.